اسمي سامي جبل السدار عجيب من وادي نطرون محافظة البحيرة. يا جماعة بطلية تولوا على الأرض بتاعتي 230 متر. شعبان جلال الله عبد اللطيف سيف النصر وأخواته ووالدته ووالده ومش عايزين ننزل الأرض ومسامونا على الفلوس. يدفع 10,000 جنيه لما يسيبوش الأرض يخطفوا عيني العيال. رحت محضر قسم الشرطة حرارة المحضر برقم 10/97/2014 وقسم الشرطة لحد الآن بقى بتاع شهر ما اتحركش من مكانه خالص ولا عمل أي حاجة. انه في امناء شرطه من داخل القسم بتبلغ العيال دي اي حاجه بتحصل تبلغهم بيها. طبعا العيال البلطجيه دي من ضمن الاخوان اللي هم كانوا قاعدين في الرابعه العلويه ومامشي يعني شغلتهم دي بلطجه وسرقه في البيوت. الارض بتاعتي دي ما معيش انا فلوس نبنيها خالص لان المرتب اللي جاي على كد العيال ما فيش مصاريف يعني زياده. وطبعا مطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة وزير الداخلية يحمونا من البلطجية دي لأن ممكن العيال دي يسمون 10,000 جنيه بخمس ما دفعتش ممكن يخطفوا عين العيال. وفين احنا في دولة القانون؟ فين دولة القانون دلوقتي فيها؟ ما فيش دولة قانون. إذا كان البلطجية بالنار قاعدة في الأرض وقسم الشرطة ما اتحركش خالص لا رئيس المباحث ولا المأمور ولا نائب المأمور ولا أي حد. واللعيبة بتخش القسم تطلع عاد يعني اللعيبة بتروح القسم آخر النهار تطلع عاد مفيش مشكلة بالنسبة لي. البطاقه بروح الاسم يطلع عادي مش بالنسبه لهم مفيش اي مشكله يعني معروفين بالاسم. يقول شعبان جلال عبد اللطيف سيف النصر واخواته معروفين للجسم كله ولا حد منهم يتحرك.